الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الحكم لو وافق يوم الصوم يوم الجمعة؟ لأنه سيكون بذلك مفطرا الخميس وسيفطر السبت، فسيكون قد أفرد يوم الجمعة بالصوم، فكيف الحال وقد ثبت النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده؟ فنقول الجواب أن المنهي عنه هو إفراد الجمعة بالصوم لأنها جمعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن صوم الجمعة قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي من كانت عادته صيام من معينا ووافق يوم صوم عادته يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصومه ولو مفردا، لأنه لا يصومه في هذه الحالة تعظيما ليوم الجمعة بخصوصه، وإنما صامه لأنه وافق عادة. وقد قلت لكم في قواعد الصيام: يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في الصوم ابتداء، يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في الصوم ابتداء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان أي ابتداء بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإذا وافق صيام عادتك اليومين اللذين قبل دخول شهر رمضان فلك أن تصوم لا حرج عليه. فإذا يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في الصيام ابتداء، ويعبر عنها العلماء في القاعدة بالقاعدة الفقهية: يجوز في البقاء ما لا يجوز في الابتداء، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا ابتدأت الصوم الآن نهيت عن ذلك، ولكن إذا أبقيت عادة كانت سابقة فيجوز لك ذلك، والله أعلم. نعم.